يقول خطوات جار على جار بختري ونوار، خطوات جار على جار فيهم صفات المحيفة، خطوات جار على جار كل من بدل وحيفة. مشروع سياحي هاي الحمد لله الأول على الشمال في المنطقة الشمالية، هون منطقة تعيش فيها الواحد بجو بدوي، ترجعك للحضارة القديمة، حضارة أجدادكم، يعني كل واحد هذا المفقود عند الحضارة هاي يرجع يشوفه، أفرجون كيف كان البدو، كيف عشتون، كيف قعدتون، كيف القهوة العربية تشرب، كيف طبخها، كيف المناسف، يعني الأكل العربي، الجو العربي، الجمال، الخيل، كيف نعلم أولادنا على ركوب الجمال الخيل، إيه إنه ما يتخافوا وما يتوحشوا يعني من هالكلام، واستقبال الضيوف كامل. هيدا الفكرة الحمد لله موجودة من قديم، أنا اشتغلت مع السياحة على جانب من 2001 ل 2011 السياحة. وين؟ تدمر، في الصحراء تدمر، كان عندي كامب صحراوي اسمه ماجيك بالميرا، يعني سحر تدمر نسميه، يجون أجانب سياح على تدمر يركبوا جمال الخيل تجاه الصحراء، عندي كامب بدوي كله هنيك، خيام صحراوية بدوية كله هنيك، يجي يعني الأجنبي يعيش يقضي أكثر أيام ونهارين ثلاثة أو 10 أيام في الصحراء في جو بدوي. سبحان الله الناس فقدت هالموضوع هاي وحابة أن نحيا له، أكون أنا سبب حياة الموضوع هاي بالمنطقة كاملة هاي. هذا الموقع أخذتنا كورنيش جنوبي، يعني إدلب مدينة كورنيش جنوبي، فون استأجرت أرض هوني وعملت المشروع هاي، جبت الجمال، جبت الخيل إن شاء الله، الخيام، القعدات العربية، المطعم العربي، يعني تيجي انت وعائلتك او اولادك او رفقاتك تعيش هذا الجو يوم او يومين ما في مشكله، كله هيك يعني كيف فطور فطور، الغداء غداء، في عشاء القهوه العربيه كيف تحضر، الجلسات العربيه. طموحي ان شاء الله نكون ارضك من هيك عندي، وكون بالصحراء تدمر يعني ان شاء الله، هذا المخيم يكون هيك وضخم هيك ان شاء الله، احنا المخيم يكون ضخم يعني يستقبل، يعني يستقبل 10 جروبات يعني اجانب او عرب كامل، نعيش يجي الواحد يعيش حياه بدويه، ينسى التقنيه كامل، يعني طفي التليفون، الكهرباء، يعيش التقنيه القديمه كانت على الفانوس، على النار، كيف شعل الحطب، كيف خبز الحطب. طبعا يعني كله على الرحله على الجمال. نعم.